تتزين موائد العائلات الجزائرية في عيد الفطر بألذ ما طاب من الحلويات المتنوعة، لكن ما يميز هذه الحلويات ليس ذوقها وشكلها فقط، بل أسماؤها الغريبة. تعرف معنا على أغرب أسماء الحلويات الجزائرية. رزمة العجوزة هي من أشهر الحلويات التقليدية الجزائرية، وسميت بذلك لتشبيهها بقطعة من القماش كانت تستعملها العجائز لجمع الملابس والنقود، وتقوم بربطها بشكل معين بحيث لا يسقط منها أي شيء. وتتكون هذه الحلوى من عجين محشو باللوز ثم يلف بشكل يشبه الرزمة بعد وضع المكسرات أو السكر داخلها، وتغلق بشكل جمادي محكم لئلا تقع الحشوة. بوسو لتمسو، أي قبله دون أن تلمسه، من أكثر أسماء الحلويات غرابة، وذلك لما فيها من تناقض، فمنطقياً لا يمكن أن نقبل شيئاً دون أن نلمسه، لكن هذه الحلوى بفخامتها تجاوزت كل المنطق. ويرجع سبب تسميتها إلى هشاشتها وسرعة ذوبانها في الفم وتفتتها بمجرد لمسها، وتعد هذه الحلوى مزيجاً من الزبدة مع السكر والدقيق مع البيض والخميرة وقشر الليمون. مول الشاش، وهي من الحلويات الخفيفة على المعدة، ويعني اسمها صاحب الغطاء الدائري، وهو غطاء رأس مشهور يرتديه الرجال. وتتكون الوصفة من البيض والسكر والفانيليا والزيت بطريقة عجن مستمرة، ثم يضاف إليها اللبن ومكونات أخرى. صبيعة العروسة، من الحلويات القديمة في الجزائر، وما تزال النساء تحضرنها لحد الآن. ولا ترتبط هذه الحلوى بالأعياد فقط، بل ترافق الموائد الجزائرية في مختلف الأوقات كسهرات رمضان، وسميت بهذا الاسم لتشبيهها بأصابع اليد في شكلها. كلني واشكرني، تتميز هذه الحلوى المغلفة بالشوكولاتة بلذتها التي لا تقاوم، وسميت بهذا الاسم لطيبة مذاقها. الحلويات الجزائرية العريقة لا تنحصر في هذه الأنواع فقط، بل ظهرت أنواع أخرى مزجت بين الأصالة والحداثة لتحافظ على الهوية الجزائرية.